بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوة الإسلام إلى يوم الدين، وعنا معهم جميعا بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، لا شك أن بلادنا تمر بمحنة تتمثل في الهجوم على مدونة الأسرة، وهي الحصن الوحيد الذي بقي من حصون الإسلام في هذه البلاد مما يتعلق بالأحكام الشرعية المنظمة للزواج وللطلاق وللعلاقة بين الزوجين وأمور الأسرة، وهذا أمر مقض للمضجع. فإذا حصل لا سمح الله أن قضي على هذا الحصن، فرحمة الله على أحكام الشرع في هذه البلاد، ووالله إن حصل هذا لبطن الأرض أحب إلينا وإلى أهل الإيمان الصادقين من ظهرها، لأنه إذا خلت الحياة من هذا النزر اليسير الذي تبقى للمغاربة من الأحكام الشرعية الخاصة بتنظيم الأحكام المتعلقة بالأسرة، فماذا بقي للمغاربة بعد ذلك؟ ولا شك أن حصن الأسرة هو الحصن الذي راهن عليه أعداء الله قديما وحديثا، وكان مستهدفا طيلة تاريخ المسلمين في العصر الحديث. ولذلك وجب على المغاربة أن يهبوا هبة رجل واحد للحفاظ على هذا الحصن قبل أن ينهار فتكون الكارثة. ولا شك أن تغيير أحكام المدونة ليس عدوانا على المدونة في حد ذاتها، إنما هو عدوان على أحكام رب العالمين، وليس هو محادة للمغاربة المحافظين، وإنما حقيقته محادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم للمؤمنين والمؤمنات بعد ذلك. ولا ينبغي التهوين ولا التساهل في هذا الأمر، فإنه أمر جلل وخطير وله ما بعده. ولذلك وجب على أهل الغيرة الصادقين من المؤمنين أن يضعوا يدا في يد من أجل التصدي لهذه الحملة المسعورة المدعومة من الخارج. وآخر ما صدر عن البنك الدولي أنه يحث المغرب ويوصيه في تقريره الأخير الذي يعني صدر في هذا الأسبوع، يحث المغرب ويوصيه بتقليص الفوارق بين الجنسين في الميراث وفي الممتلكات. وهذه حقيقة جرأة ما بعدها جرأة، هذه تمس بسيادة البلاد وبالاستقلال الذي نتغنى به طيلة الوقت. فأين الاستقلال وأين السيادة من تدخل جهة أجنبية فيما يخص الحياة الخاصة للشعب المغربي المسلم؟ نحن لنا خصوصيات، وقد تغنت جهات كثيرة رسمية بأن لنا خصوصيات، خاصة وزارة الأوقاف التي تحاصر أفكار الأئمة والخطباء والدعاة والعلماء بدعوى أن المغرب له خصوصيات، يعني خصوصيات مغربية. فأين هذا الكلام وهذه الطنطنة وهذه الدندنة من هذا الأمر العظيم الخطير الذي يحاك ضد الأسرة المغربية؟ فينبغي لنا معشر المؤمنين الصادقين، معشر المغاربة الأحرار، معشر أهل الغيرة على المحارم، فلا يشك مسلم والله لو أسقطت الأسرة فلن يعود هناك فرق بيننا وبين دول الكفر. وصدق ربنا إذ يقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والآن ما من حملة يقوم بها المتعلمون والمنافقون والمفسدون إلا ووراءها دعم من أهل الكفر في الشرق والغرب،
من أجل أن تلحق الأسرة المسلمة المغربية بالأسر الكافرة البعيدة عن شرع الله عز وجل. فلنحذر معشر المغاربة من أهل الغيرة الأحرار أن ننساق وراء هذه الدعوة الخطيرة المسمومة، ولنحرص على حفظ أسرنا وحفظ أعراضنا وحفظ أحكام ربنا. فوالله لا يصلح لنا ولا يصلحنا إلا أحكام ربنا جل في علاه، كما قال سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فهل يستطيع بشر كائنا من كان وبلغ ما بلغ من الذكاء والفطنة والعبقرية أن يشرع لنا شيئا يكون مثل ما يشرع لنا خالقنا جل في علاه؟ لا شك أن المسلم الصادق في إيمانه يجيب كلا وألف كلا، لن يستطيع أحد مهما بلغ ومهما أوتي من قوة وذكاء وفطنة وعبقرية أن يشرع شيئا يداني ما شرعه الله، فضلا أن يكون مثله، فضلا أن يكون خيرا منه. ولا شك، وهذا أمر مهم على المغاربة أن يعلموا، أن ترك أحكام الشرع واستبدال الأحكام الوضعية البشرية من بنات عقول الغرب بها هو كفر لمن عرف ذلك وأصر عليه. وقد يكون عند بعض العوام عذر لجهلهم، لكن ما عذر المثقفين وما عذر العلماء وما عذر المتفقهين في الدين؟ فهذه مسألة خطيرة، ليست مجرد إزالة حكم ووضع حكم آخر. والله لا يمكن التهاون في هذا الأمر نظرا لخطورته، فينبغي أن نبذل قصارى جهدنا للتصدي، وهذا واجبنا، بل ينبغي أن لا نقف عند هذا، بل نرفع السقف ونطالب بتحكيم شرع ربنا في مجتمعنا، لأننا مجتمع مسلم، وأكبر مؤسسة فيه هي مؤسسة إمارة المؤمنين، وهذا رافد قوي وداعم قوي في مطالبتنا بتحكيم شرع ربنا في بلادنا، لأنها بلاد الإسلام، ومن لم يعجبه شرع الله عز وجل فليترك بلاد الإسلام وليذهب إلى البلاد المتسيبة التي لا شرع ولا دين ولا عقيدة ولا شريعة، فليذهب إليها وليلحق بها. أما المغرب فهو بلد مسلم، دستوره ينص على ذلك، وتاريخه ينص على ذلك، وكل الدول التي تعاقبت عليه إنما حكمته باسم الإسلام وتدور في فلك الإسلام ولا تخرج عنه. فأي تساهل في ذلك ستكون عواقبه وخيمة، وسيكون الجميع مسؤولا بين يدي الله عز وجل، وسيندم الجميع، ولا تحين مندم، لا حين لا تنفع الندامة. فالله الله، معشر المغاربة الأحرار المؤمنين الأخيار، دافعوا عن دينكم وعقيدتكم وشرع ربكم، وتصدوا لهؤلاء المفسدين الدعاة المضلين الضالين المضلين طبعا، واحرصوا أن تكون الكلمة واحدة، ولندع الخلافات التي بيننا، لا نبالي بمن يخالفنا ولا نثير الخلافات الداخلية، هذا إخواني وهذا سلفي وهذا طرقي وهذا حركي وهذا يعني جهادي، دعوا هذه الأمور ووحدوا كلمتكم وقفوا صفا واحدا لصد هذا العدوان، فإنه لا يستثني أحدا. والله ضرر هذه الدعوة الخطيرة لا يستثني أي فصيل ولا أي جماعة ولا أي صنف من الناس. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقال فيه كلمة الحق لا يخشى قائلها لومة لائم،
ونسأله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يجعل تدبيرهم تدميرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.